السلام عليكم، نتمنى تكونوا كامل بخير. ان شاء الله يلحقكم هذا الفيديو ويلقاكم كامل لاباس. اليوم نديرو ليكخاب زبغي ولا ليكخاب او شوكولا ولا توربيون، كل واحد كيش يسم بهم. فيهم هذاك التزيين بالشوكولا، هذا واش فيهم زياده؟ هما كيما اللي مولفين نديروهم. باش نحضروا هذه الوصفه عندي 3 حبات بيض، وانتم ديروا على حسب الكميه اللي تحبوا ديروها. وعندي 35 غرام هكذاك تاع زبده مذوبه، تقدروا تعوضوا الزبده بالزيت. الزبده بالمغرفه ليكيفالون تاع زوج مغارف كبار تاع ماكله. الملح، قرصه تاع ملح، وربعة كيسان نتاع الحليب. زوج كيسان فرينه، 4 كيسان تاع الحليب. هنا هذيك الزبده كي ذوبتها بعد ما ضربت البيض تاعي زدتلو هذيك الزبده. دوكا زدت زوج كيسان تاع الفرينه، هنا نزيد الحليب، 4 كيسان تاع الحليب، خلطهم ومن بعد هنايا صفيتهم باش نتاكد باللي ما كانش فيها كامل هذوك لي كرومو اللي بقاو. شوفوا بعد نحيت هنايا واحد دولوش تاع لاباط باش نزيد لها اسمو هذاك الكاكاو. انا عندي كاكاو هذاك اللي نشربو به الحليب، جاي سكري هو. زدت لها، تزيدوا كيما تحبوا، انا زدتها كابيبخي نتوما على حسب واش تنحي الكميه اللي رايحين نديروها. زدت انا درت لها زوج مغارف، تقدروا تزيدوا لها الكاكاو ماشي شرط هذا اللي تاع الحليب. هنا في مقله درت شويه تاع زيت فيها ومسحت المقله هذيك هكذا باش نتاكد بلي ما يلصقنيش. دوكا عندي هذا هذا لوش جديد سوا سوا مع المقله هذه. هكذا دوكا نديرو لها هذاك التزيين اللي يجي من الفوق بهذيك لاباط اللي درنا لها شوكولا. دوكا نتوما ولا عندكم كاش قرعه ولا عمرو في قرعه ودوروا، انا ما لقيتش عندي قرعه، درت بالمغرفه هكذا غير بشويه. هذا واش فيه زياده؟ هو فيه هذا التزيين. من بعد ما طابت قلبتها باش تكمل طيب من جهة الاخرى. هاي طابت بعد ما كملت طيبت كامل الكخاب تاعي. فوالا دوكا انا زينتهم، درت لهم نوتيلا، تقدروا ديروا لهم بنان، ديروا اي حاجه تحبوها ولا المعجون. هاهم الكخاب توربيون ولا ليكخاب زابغ ولا كيما نحبو نسميوه. ان شاء الله تكون عطيت لكم فكره، ونتلاقاو في وصفه واحده اخرى. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.